السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ايمن تيوبر معكم، لسان تيوبر. اليوم يا جماعه محضر لبسان مفاجاه كثير حلوه. تخيل يا لسان، اليوم على مين راح نتصل؟ على مين؟ ذا سيمبسون. عرفتيهم هذول؟ في لهم مقاطع، بشوف لهم كثير مقاطع. أيوة. بيعرفوا كانه هيك شغلات من المستقبل وهيك شيء. صح، هم بيعرفوا شغلات من المستقبل. هو برنامج كرتون امريكي يعني قديم. طبعا ما بعرف انه هل ممكن راح يعرفوا، احنا راح نسالهم اسئله ونشوف راح يعرفوا شغلات عنا موجوده في البيت، هل هم صح ولا لا. انا جبت رقمهم من الدارك ويب، بس ما بعرف هل هو الرقم لهم ولا ممكن حدا ثاني اللي بيستخدمه، انا مش عارف. هاي رقمهم، شايفه؟ بس صورتهم كمان حاطين. صح، حاطين صورتهم. خلينا نتصل عليهم ونشوف. يلا نشوف. طلعوا يا جماعه، شايفين؟ اعملوا لايكات كثير للفيديو، بدنا نوصل هذا الفيديو 50,000 لايك او 100,000 لايك، كم بدك؟ 200,000 لايك. اوكي، الكل يعمل لايك ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. الو، اهلا وسهلا ايمن تيوبر. كيف عرفت انك انت ايمن؟ كيف عرف؟ مين معي؟ انني سيمبسون. وات، احكي له كيف عرفت اسم ايمن. طيب كيف عرفت اسم ايمن؟ نحن نعلم بالمستقبل. اوف، وكيف؟ أنت تسألين كثيراً يا بيسان. يا بيسان، كيف عرفت اسمي؟ طيب وأنا كمان عرفتي اسمي؟ نعم، نحن نعلم كل شيء. طيب استنى، بما أنك بتعلم كل شيء وعامل حالك، اسمع، أنا شو لون بلوستي؟ مستحيل يعرف. حمري فاتح. شو؟ طب وبيسان؟ وأنا يلا أسود وأبيض. آه والله صح، أنا أخبرتك يا أيمن أنني أعلم المستقبل. أوف، أنا فكرت أنك بتمزح. فكرناك بتمزح. لا، إنني لا أمازحكم. أوف، هذا عن جد طلع بيعرف كل شيء. عن جد طلع بيعرف. كيف هيك؟ يا جماعة اعملوا لايكات لأنه ممكن يكون شرير، مشان نضعفه. اعملوا شو قصتك أنت؟ شو بدك منا طيب هسا؟ أحضرت لكم هدية جميلة جدا. هدية؟ شكله شخص منيح. شكله شخص منيح. إنها بالكراج. هدية بالكراج؟ نعم، أنت تمتلك كراجا كبيرا يا أيمن. يعرف. طيب يلا، يعني أنزل على الكراج راح تكون الهدية هناك؟ نعم. وأنا كمان أنزل؟ نعم يا ميسان، أنا متحمسة. طيب جدا، يلا هينا نازلين. إلى اللقاء. بيسان ديري بالك، ترى الموضوع كثير بخوف. لا شوف قديش لطيف، حيجيب لنا مفاجأة. عرف ألوان البلايز اللي لابسينها؟ مشان هيك هو عاملين لنا مفاجأة بالكراج. ما بعرف، أنا كثير متحمسة. يلا يلا خلينا ننزل. يلا هيا بنا. يلا بيسان تعي، خلينا ننزل على الكراج. يلا بس خليكي منتبه. أكيد. أوف، كيف هيك عرفوا؟ يا الله. طب شو الهدية؟ أنا متحمس كثير. وأنا كمان كثير متحمس. اكتبوا في التعليقات متحمسين نشوف الهدية. يلا واعملوا لايكات كثير للفيديو عشان إذا كان في إشي شرير يضعف. وخليكم معنا. خليكم معنا، تعال. يلا. أنا متشوق كثير. وأنا كمان. يا الله، إيش ممكن يكون؟ أكيد هدية مركبة. صندوق هدية هيك، إشي حلو. أكيد. يا رب يكون اشي حلو. من زمان ما تفاجأت يا جماعة. وانا كمان. يلا اوكي، وصلنا. انتبه. يلا اوكي، وصلنا الكراج. افتح الباب. يلا، في اشي؟ يلا ندور على الهدية تبعتنا. اوكي، لازم ندور على الهدية يا جماعة. انا وبيسان بدنا نبحث عن الهدية ونشوف وينها. اكل هون. وين بدها تكون؟ انتي دوري هناك وانا بدور. يلا رح ادور. يلا. وين رح تكون الهدية؟ وين هالهدية؟ وين الهدية يا ترى؟ انا كثير متحمسة ورح ادور عليها بكل مكان مشان نلاقيها. وين رح تكون؟ معقول هون؟ أنا رح أضلني أدور لبين ما ألاقيها.
لاني انا متحمسه كثير اني اشوف شو الهديه. يا الله وين ممكن تكون الهديه؟ بيسان لقيتي شيء؟ انا لسه ما لقيت بس انا عم بدور، بدي ادور. يا جماعه شو ممكن تكون الهديه؟ اكتبوا لي في الكومنت، انا بصراحه كثير كثير متحمس. ايش ممكن تكون الهديه؟ ممكن يكون صندوق، ممكن تكون لعبه مثلا، صح؟ او صندوق او اشي سحري، او انا ما بعرف صراحه، انا بصراحه مش عارف. يلا نكمل بحث. كأنه ما في اشي يا بسان. لا بلا اكيد في، دور منيح ايمن، دور كتير معي منيح، دور منيح على الهدية. شوفي في حية، في حية. أي حية؟ وين؟ حية هناك، هناك تفرج، خليكي بعيد عنها. وين الحية؟ هيها أيمن لقدام، لأيمن قريبة منك، قريبة منك، قريبة منك، دير بالك. قريبة عند إجرك، تحت 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 أيمن. لف يا هناك. الله اهرب 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 اهرب. هذا فخ، هذا فخ. بسرعة 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 بسرعة. يلا اهرب بسرعة بسرعة بسرعة. يطلع يطلع. وأنت كمان بسرعة بسرعة بسرعة، خلينا نهرب. ولك هذا طلع فخ؟ عن جد طلع فخ. احنا فكرنا هدية، طلعت حية. فكرنا هدية، كانت تركض ورانا. شفتوا الأفعى كيف؟ يا الله منيح اللي هربنا منها. كثير كثير, كثير مخيفة. كثير منيح هربنا منها، لحقنا. الحمد لله هربنا. يلا يلا نروح البيت. يا الله بسرعة، لازم نتخبى كثير منيح. يلا 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 أيمن يلا. يلا نرجع يلا. يلا يلا يلا. يلا نرجع. خليني ارجع اتصل عليهم واحكي لهم انه هذا اللي عملتوه فينا هذا فخ، هذا فخ. تمام يا جماعه راح ارجع اتصل فيهم. يلا يلا بس الله يستر، الله يستر شو راح يصير. يلا بسان انا راح اتصل يلا عليهم عشان نحكي لهم انه هذا كان فخ. يس. ما بيصير يا سيمبسون اللي عملتوه فينا. عن جد؟ نعم يا ايمن، انني انتظرك وانتظر ردك على الهديه. اي هدية؟ احنا شفنا افعى بتلاحقنا. فخ. هل خفتم؟ اكيد يعني اكيد ما بدنا نخاف. افعى بتهاجمنا وانتم عن جد يعني احنا فكرناكم طيبين وحكينا معكم وكنا بدنا نكون اصدقائكم. طلعتوا شريرين. طلعتوا شريرين كثير كمان مش بس شوي. اخذت عنك فكرة انك لا تخاف وجريء جدا. طيب انك جبان. الأفعى بتخوف. شو أنا مش جبان؟ لا تحكي معي زي هيك يا سيمبسون. عن جد أنت جبان تخاف من أفعى؟ ما هي الأفعى بتموت. الأفعى خطيرة، أكيد لازم نهرب منها. إنها لطيفة جدا. أي لطيفة؟ شو كيف يعني لطيفة؟ أرنبية ولا كتكوت ولا صوص؟ عن جد جد شو النظام؟ إنها حيوان لطيف. أي حيوان لطيف؟ راح نخليها تقرصك كونها حيوان لطيف. بما انه حيوان لطيف فعلا احنا راح نخليها تقرصك يا سمبسون. انني لا اخاف من شيء. اوف كذاب كذاب. اكتبوا له كذاب، اكتبوا له كذاب بالتعليقات. الله يستر. هسه شو مجهز لنا؟ شو مجهز لنا هسه انت؟ طيب احمل لك مفاجآت كثيرة. ما بدنا منك مفاجأة. شو هي؟ طيب انا عندي فضول. بيسان. نعم. افتحي حقيبتك. شو؟ وضعت لك هدية جميلة. معقول؟ أنا متأكدة أنها ستعجبك. معقول تكون مثل الأفعى؟ ما بدي أفعى ولا إشي كيوت. كل الفتيات عندنا تحبها. أوف إيش أنا بحبه؟ أكيد عطر أو مكياج. طيب يلا 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 ماشي باي. اسمعي ايش حكيت؟ استنى استنى استنى، كان كان بيحكي بإشي، كان سيمبسون قاعد يحكي إشي. سيمبسون ايش حكيت اخر إشي؟ انا فصلت. قلت لك ان كل الفتيات عندنا تحبها وتضعها في حقيبتها. اوف معقول عطر؟ عطر ولا مكياج؟ وفي اغلب البلدان يجعلوها طعاما لهم. طعام؟ اكيد اندومي. طيب يلا يلا خلينا نشوف. يلا الى اللقاء. هلا هلا. اسمع اذا طعام انا بدي اكل منه. لا هي حكت الي انا ما حكت لك انت ايمن. بطعمك شوي صغيره منه. طيب يلا شوي صغيره خلينا نشوف. فرجي المتابعين انا متاكد انه معقول. هلا هذه الي انا.
هو راح يكون إشي مش إلك. لا شو هو؟ إيش ممكن يترى يا جماعة؟ استني قبل ما تشوفي حاولوا تحذروا بالتعليقات إيش هو. عطور ولا أكل ولا ميك أب؟ إذا شفتي إشي غريب غمضي عينك وأمسكيه من دون ما تشوفي عشان المتابعين يشوفوا. طيب معنا خليني أغمض عيني وأحاول أدور. يلا. إيش هو إيش هو إيش الهدية؟ لقيت شغلة بإيدي ما بعرف شو هي. يلا خلينا نشوف إيش هو. مبين عطر أو إيش هذا؟ إشي بتاكل ولا إيش ولا عطر؟ إيش هذا؟ استني أشوف. إشي كتير مرتب معقول؟ صرصور عملاق؟ كيف يعني إيش؟ صرصور. بيسان صرصور عملاق جدا. يا جماعة صرصور حقيقي. صرصور أنا كتير بخاف منهم. خليك عملاق جدا. أنا بخاف منهم كتير. أنا ما بخاف منهم بس أنا صراحة بخاف. منظره جدا غريب يا جماعة الصرصور كتير عملاق. أنا بخاف منهم. طب إيش بدنا نعمل؟ أيمن ابعدوا. اسمعي أنا لازم أمسح رقمهم. اسمعي. إيه؟ أنا بدي أعمل له بلوك هذا سمسون. خلص خلينا نطلع من البيت. يلا ايمن خلينا نهرب. هذا الصرصور انا متأكد انه اشي شرير يا جماعة حجمه هيك كبير. ما بدنا منه اي شيء. اقسم بالله كبير. ما بدنا منه اشي احنا. ايمن افتح الباب خليني اهرب. افتح الباب. بسرعة 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 بسرعة. سلام يا جماعة. باي 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 باي.